فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الطلبة كتبوا يطلبون أن تقيموا لهم دروسا في النحو وفي الفرائض، وأن تكون في أيام معينة. نحيلكم على المدارس والمعاهد، لأن هذا ما عندنا وقت لتدريس النحو والفرائض، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر، وأنتم من تصبرون؟ جربنا مع غيركم، يجون أول يوم وثاني يوم هم إلا من حمية ظهورهم تناحشوا ولا جاء أحد، لأن النحو صعب. أنا خابر أن النحو والفرائض صعب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى طول وقت، هذا لا يكون كل شيء جاهز. نعم.